هذه هي الأرباح التي حققناها من الاستراتيجية التي شرحناها لكم. وكما تشاهدون هنا إخواني الكثير من الزيارات شرحتها لكم في فيديو سابق، وأيضا هذا حملناه مع بعضنا، وكل هذه الكتب شرحناها في فيديوهات سابقة مع بعضنا. كما تشاهدون طبقنا الاستراتيجية وحققنا أرباح. ولكي تتأكد هنا هذه هي الأرباح توتال توتال فيو. أيضا كما شرحنا الزيارات أتت من بنترست، وهنا في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح لكم الطريقة التي قدمناها من قبل، فقط المثابرة، والمثابرة ستبدأ في تحقيق الأرباح. تابعنا في هذا الشرح الحصري. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة لربح من الإنترنت. درس اليوم إخواني من أقوى دروس الربح من الإنترنت، شرحناها من قبل أخي أختي، ونصحناكم بأن تقوموا بالمثابرة وإعادة العمل وإعادة العمل لكي تحقق الأرباح. ونشحت معنا الطريقة وشاهدنا الأرباح في بداية الفيديو. أيضا لدينا فيديوهات إخواني للربح من أدسنس، للربح من كتب استراتيجيات بأرباح وبإثباتات سحب، فقط يكفيك العمل لتحقيق الأرباح. هنا هذا الفيديو إخواني قررت أن أعيده. لماذا؟ لأنه مربح إخواني وسيحق لك أرباح إذا قمت بالمواصلة في النشر، يعني لن تندم ولن تخسر أي شيء إذا طبقت هذه الطريقة، لن تأخذ منك أي وقت، تستطيع بيع أي شيء أخي أختي. أيضا هذه الطريقة ستجعل لك دخل إذا عملت بها وقمت بتطويرها. أنا سأشرح لك شيء وأنت قم بتطوير هذه الطريقة، قد تنجح معك مرة أخرى. جيد، نعود للشرح مباشرة إخواني لكي لا نطيل، لأن هذا الفيديو أردت أن أضعه بسرعة. وأيضا نحن نضع مسابقة لمن يريد المشاركة فيها الإجابة عن السؤال، حلقة لايك للفيديو وأيضا بارتاج لهذا الفيديو. هنا هذه الفيديوهات كلها جيدة، أنصحك بمتابعة هذا الفيديو إخواني فهو قوي جدا. الموقع الذي سنعمل عليه إخواني موقع بايهيب إخواني، كما تشاهدون موقع بسيط جدا، تقوم بتحميل الكتب وتبدأ في تحقيق الأرباح. هنا مثلا هذه الكتب التي وضعتها 1.99، وهنا 20 دولار، وهنا 14.99، وهنا 9.99، كلها حققت مبيعات. وأيضا الزيارات كما شاهدنا أتت من بنترست إخواني والدايركت، دايركت كما تشاهدون. البنترست إخواني من أقوى المواقع التي ستحقق لك الأرباح، يعني شيء جيد. هنا يكفيك إرسال زيارات من بنترست. وأيضا أنصحك بموقع كيورا، لأنني شاهدت الكثير من كورسات، الموقع كيورا لديه كونفرشن إخواني، يعني تحويل، معدل تحويل قوي جدا. لذا في هذا الفيديو سنقوم بشرح بنترست وأيضا لما لا كيورا. إن شاء الله ستكون هذه 4000 زيارة إخواني ستقوم بمضاعفتها في كيورا ب4000 أخرى، ومن 4000 إخواني 39 مبيعة، يعني شيء جيد. 39 مبيعة فهو أمر جيد، وستحقق 299 في بداية الأمر، لكن بعد أيام قد تصبح 1000 دولار، 2000 دولار، يعني الكتاب في الموقع ومؤرشف في بنترست وفي كيورا. ببساطة لكي لا نطيل البحث، لأنني وجدت الكثير من الأشخاص والكثير من المتابعين لا يعرفون طريقة تسجيل في مثل هذه المواقع. هنا لكي يتم تسجيل سأشرح لكم وأفتح حساب جديد ونقوم بالعمل عليه إخواني. سأقوم بفتح مثلا هنا، سأقوم بالدخول إلى هذا الحساب أو حساب آخر. هنا إخواني هذه الواجهة التي تستجدها، فقط يكفيك الضغط على Get Start. ستقوم بوضع الإيميل، تأخذ أي إيميل تستعمله، بعدها إخواني ستضغط على بيست هنا وتضغط على Get Start for Free. هنا ستملأ البيانات، مثلا أي بيانات، مثلا هكذا ماديسون، هنا بيس هكذا، وهنا باسورد. هنا أيضا إخواني فتحت هذا الحساب كما تشاهدون، لدي فيه الأفلييت كي كما تشاهدون، عبارة عن حساب فيه بعض الكتب. سأقوم بفتح حساب جديد لأشتغل معكم. هنا عند فتح حساب أول مرة ستقوم بكتابة ستوري الخاص بك، مثلا ستقوم بكتابة إيبوك هكذا، إيبوك تقوم بتسميته هكذا. هنا اخترت هذا الاسم وأضغط على Get Start، هنا تم أخذه. بعدها أكملت الخطوة الأولى. هنا أول شيء إخواني ستفتحه في الحساب هو Add Your First Product، تضغط على Add Product وتختار إخواني Digital Product، Course، Physical Product، Membership. نحن سنختار هذا الخيار
والآن إخواني البرودكت، شرحت من قبل كيف ستأخذ البرودكت وخاصة الكتب القوية. هنا ستستخدم هذا الموقع إخواني، سأترك لك هذا الموقع IDPLR إخواني، من أقوى مواقع للحصول على كتب مجانية، وشرحت لك كيف ستقوم بتسجيل والاستفادة من الكتب مجانا. فقط يكفيك تثبيت هذه الإضافة هكذا وتضغط على Actualize من هنا، بعدها إخواني تضغط على Free Membership أو Register من هنا، بعدها تختار هذا الخيار لكي تستفيد من Gold Membership إخواني كتابين، تقوم بالخروج من هنا هكذا وتختار Register for Free، جيد، وهنا تنزل إلى الأسفل. بعدها إخواني ستوجه إلى هذه الواجهة، ستقوم بأخذ هنا سنقوم بنزع الإعلانات، أقوم بفتح هذا الموقع، سأترك لكم رابطه أسفل الفيديو إخواني، رابط الحصول على جيميلات مجانية. يكفيك فقط إخواني أن تقوم بنزع حاضر الإعلانات إذا كنت تستعمله لكي يعمل الموقع معك جيدا. بعدها إخواني سيقدم لك جيميل، تقوم بنسخ هذا الجيميل كما تشاهدون وتعود إلى الموقع، هنا تقوم بالدخول، هنا تضع الإيميل وهنا confirm إيميل، ستقوم بكتابته. لماذا؟ لأن الموقع لا يقدم لك النسخ واللصق في هذه الخانة، قم بكتابتها كما هي. بعد الانتهاء اضغط على I am not robot واضغط على next. هنا إخواني سيتم إرسال رسالة، هنا ننتظر لحظات، سأتيك هذه الرسالة، إذا أتتك فأنت في الطريق الصحيح. تعود إلى الجيميل، تضغط على reload، وهنا ستجد أن الرسالة أتتك في ظرف دقيقة 30 ثانية، جيد، تقريبا 30 ثانية إخواني. هنا قم بنسخ هذا الرابط، كوبي لينك، وأعود إلى هنا، أضغط على بيست، هنا سيتم فتح الحساب. هنا سأضع أي اسم مثلا هكذا، وهنا أي اسم لا يهم. هنا اليوزر نيم سأقوم بكتابة مثلا، وهنا الباسورد، وهنا إعادة الباسورد، هنا مثلا سأقوم بوضع 3 أصفار. بعد الانتهاء أضغط على Next، وهنا أوتوماتيكيا سيرسلك إلى هذه الواجهة. هنا اضغط على Click Here، والآن أنت تستطيع الاستفادة من كتابين مجانا، كتابين Gold مجانا، أيضا تستطيع الاستفادة على البرودكت المجانية إذا أردت ذلك. كمثال أضغط على، دائما أنا أقوم بفحص Latest Product يعني أحدث الكتب التي تم إضافتها أو الكورسات، وهنا كما تشاهدون مباشرة هذا الكتاب جديد 300 طريقة to make money with GPT، جيد، أقوم بفتحه. وهنا هذا الكتاب الذي حققنا منه 17 مبيع، هنا هذا الكتاب، شاهد إخواني لكي تفهم أن الموقع يقدم لك 2 جول. تضغط على Download وتحمل هذا الكتاب، هنا اوتوماتيكيا سيتم تحميل الكتاب، هذا هو الكتاب. تستطيع ايضا اختيار كتاب اخر، ستجد مثلا كتب كثيرة، فقط افحص مثلا هوم برنر هاند لوب ديسبلين كود ليفينج يور لونجز، هنا هذا الكتاب قد يحتاج الكثير، اتسي بروفيت يبحث عنه الكثيرون. شاهد انه بقيت لي جولد واحد، هنا الجولد واحد، ساقوم بتحميل كتابين، لما لا، هذين برو اتسي برو سأقوم بقراءته أنا وأيضا أربح منه في بيعه. تم تحميل الكتابين، الآن نعود إلى Add Product. أول شيء إخواني ستوجه إلى الداونلود وتقوم بتحميل الكتب التي تم تحميلها، هذا هو الكتاب، وهنا اتسي بروفيت، سنقوم بالضغط على Extract هكذا، جيد، لكي نقوم باستخراج هذا الكتاب كما تشاهدون. أضغط على هذا الخيار، وهنا هذا هو الكتاب، عبارة عن كتاب، إذا دخلته تضغط على Open ستجد أنه ملف Word، وهنا الصورة خاصة به Word، يجب أن تحوله إلى PDF أفضل إخواني. هنا هذه الصورة المصغرة، وهنا شاهد هذه الصورة احترافية Enable Editing، أيضا هذه الصورة قد تمكنك من تحقيق أرباح لا بأس بها، شاهد هذا الكتاب الاحترافي، هنا نستطيع تحويله من هنا، شاهد ماذا سأفعل، سنتوجه إلى هذا الموقع الذي سأتركه لك. إذا وجدت هذه الكتب بهذه الطريقة وتريد تحويلها إلى PDF، قم بالدخول إلى هذا الموقع،
هذا هو الموقع الذي سأتركه لك، استعمله دائما في تحويل كتب الفورما وورد تو بي دي اف، اضغط على سيلكت واقوم بتحميل الكتاب. اخواني مثلا هنا هذا هو الكتاب، اضغط على اوبن وننتظر بالضغط على كونفرتر، سيأخذ بعض الوقت من دقيقة الى دقيقتين حسب حجم الكتاب. وهنا اخواني عندما تظهر لك هذه الايقونة تحميل، اضغط على تحميل، سيتم تحميله مباشرة هنا، فقط اضغط عليها. بدأ التحميل كما تشاهدون، اصبح ملف بي دي اف. نعود الى الموقع، نضغط على ابلود فايل ونقوم بتحميل الملف الذي حملناه منذ قليل. هذا هو، هذا هو اسم الموقع الكتاب اخواني، كوبي، وهنا ابلود يور برودكت، هنا التايتل، هذا هو التايتل الخاص به. هنا الثمن، في بداية الامر ساقوم بوضعه 8.99. هنا ابلود ايماج، ساقوم بتحميل الصورة من الكتاب هنا هكذا، هذه الصورة، اضغط على اوبن وسيتم تحميلها في ثواني. الديسكريبشن، تستطيع استخدام الديسكريبشن المتوفر في اي دي بي ال ار، مثلا هذا هو الديسكريبشن اخواني، الى غاية هنا، عفوا كوبي، اقوم بوضعها هنا بيست، جيد. بعدها اخواني كل شيء جيد، ادفانسد هذه لا تحتاجها، واضغط على كل شيء جيد، تم تحميل الكتاب، ننتظر الاي بوك فقط. هنا عندما يتم تحميل هذه الصورة اضغط على اد برودكت، وهنا تم الحصول على الرابط. اذا قمنا بالدخول اليه ستشاهد انه شيء احترافي اخواني، العميل سيستفيد من هذا الكتاب وانت تستفيد من الارباح. الان اخواني نفس الطريقة تقوم بتحميل الكتاب الثاني، ببساطة تستطيع الضغط على برودكت وتضيف البرودكت الثاني، اد نيو برودكت، ديجيتال برودكت، وتقوم بتحميل الكتاب الذي حملناه منذ قليل وبسرعة. هذا هو الكتاب الثاني، انا اشرح معكم اخواني وقد احقق ارباح من هذه الاستراتيجية. شاهد الكتاب الثاني الذي حملناه، احترافي، فيه تقريبا كم من صفحة، تقريبا 50 صفحة، وهنا تستطيع الشخص قراءة وفهم كل المعلومات التي يحتاجها، يعني شيء جيد. ما ستفعله اخواني ببساطة، ستقوم بالضغط على upload file او add product، وتقوم بتوجيه الى download، وهنا etsy profile، هنا الكتاب دائما ستجده هنا في الايبوك، واضغط على original واضغط على open. هنا اخواني الثمن مثلا هنا ساقوم بتركه 5.99، وهنا التايتل الخاص بالايبوك كما تعودنا ستقوم باخذه من هنا etsy profit، بنسخه من هنا كوبي ووضعه هنا شاهد اخواني هنا ليسانس ماستر، سنقوم بترك فقط ايتسي بروفيت. جيد، 2024 مثلا. وهنا upload cover، ستجد الكثير من الكوفر اخواني، شاهد هنا اذا قمت بتحديد الكوفر الذي تريد انت حر. اخترت هذه الصورة اخواني، بعدها الديسكريبشن نفس الطريقة اخواني، انا اقوم بوضع كتابين معكم لكي تفهم ان الشغل 5 دقائق تكفيني لوضع كم من كتاب اخواني وتحقيق ارباح. هنا مثلا ساضغط على هذا الخيار this is product، وهنا انتظر الى ان يتم تحويل وضع تحميل الكتاب كما تشاهدون، وهنا التايتل كل شيء جيد، اضغط على add product، لدينا الان product او منتجين اخواني، هنا المنتج الاول والمنتج الثاني، اضغط على الداشبورد، وهنا كما تشاهدون البرودكت رقم 2 والاول، وهنا الثمن الاول والثمن الثاني، هنا الشير لكي اقوم بنسخ الرابط. الان الطريقة التي نعمل عليها هي النشر على بنترست، ستأتي الى بنترست اخواني وتضغط على هذا الخيار اخواني. انا وجدت هذا البرنامج اخواني، ان شاء الله ساقوم بشرحه معكم، برنامج يقدم لك برومت قوي جدا،
البرنامج من أقوى البرامج للربح من الأنترنت عن طريق الذكاء الاصطناعي، تستطيع استخدامه. شاهد، تستطيع الحصول على برومبتات ذهبية إخواني، تستطيع بيع البرومبتات، تستطيع الحصول على فيسبوك آدز وذلك بالذكاء الاصطناعي. يعني برنامج لا أستطيع شرحه، فقط سأجربه أمامكم لكي تعرف. مثلا هنا بنترست، أقوم بكتاب بنترست. شاهد إخواني، بنترست بين تايتل أند ديسكريبشن، أضغط على كونتيني. وهنا إخواني ماذا سأفعل؟ What is the main topic of the Pinterest pin. هنا أقوم بكتابة مثلا الكتاب الخاص بي على ماذا يتحدث، مثلا باي إيبوك. هنا البرنامج إخواني ببساطة، من يريد التواصل معي فيتواصل معي، سأشرح له كل شيء. هنا سيلينج أن إيبوك، يخبرك ما هي البين أو الشيء الأساسي أو الرسمي للبين الخاصة ببنترست. هنا قلت له سيلينج أن إيبوك عنوانه إيتسي بروفيت، وهنا أخبرك ما هو الجمهور الذي تحتاجه. هنا أنا استهدفت جمهور ميك موني أونلاين. وهنا نغمة الديسكريبشن والتايتل، مثلا كرياتيف ديناميك إديكسيونال، هنا كلها متوفرة. فلاندلين بروفيشنال، دائما نختار بروفيشنال. جيد. وهنا تضغط على جينيريتنج برومبت، تضغط على كوبي وتأتي إلى شات جي بي تي. هنا البرنامج فيه شات جي بي تي، تضغط على هذا الخيار. شاهد هذه البرومبت إخواني، استجدها مدفوعة بثمن. هنا قدم لك التايتل وكل شيء إخواني. هنا شاهد شات جي بي تي، وهنا التايتل الخاص بالبين. تأتي إلى البنترست إخواني، هنا تختار هذا الخيار من هنا وتختار create pin. بعدها إخواني البين الخاص بك، ستقوم بتحميل كتاب أو إيكوفر الخاص بالكتاب. مثلا سنختار إيتسي، قمت بوضع كتاب إيتسي. مثلا هنا يوجد الجرافيك، اختر التي تريد، مثلا إيكوفر، واختار إيبوك، واختار لارج هكذا. وهنا سأضغط على التايتل الذي قدمه لي شات جي بي تي باستخدام هذا البرنامج. والديسكريبشن إخواني، سأقوم بنسخ الديسكريبشن كما هو هكذا بالهاشتاغات وكل شيء. أقوم بوضع الديسكريبشن هنا، بيست. جيد. هنا اللينك إخواني، ستقوم بوضع رابط الكتاب، هذا هو رابط الكتاب. أضغط على الشير وأقوم بنسخ هذا الرابط، كوبي وغير محظور في البنترست، بيست. وهنا اختار البورد، مثلا اذا لم تنشئ شيء خاص بالايبوك تستطيع كرييت بورد خاص بالايبوك. هنا انا ليس لدي، ساضغط على كرييت بوك واقوم بتسميتها مثلا هكذا اي بوك، واضغط على كرييت. أعتذر عني الإطالة إخواني، لكن أشخاص كثر يريدون مثل هذه الطرق. مثلا هنا سأقوم بكتابة إي بوك، وهنا أيضا إي بوك. المهم إخواني تضيف كلمات المفتاحية، هنا أدفانسد مور. تستطيع أيضا إنشاء بين أخرى إخواني بنفس الشيء بالضغط على هذا الخيار، لكن نحن سنكتفي بهذا البين وسنشاهد كيف سيظهر البين الخاص بنا احترافي. وأيضا أضغط على أكتيالي، شاهد هذه البين إخواني، أعتقد أنها احترافية. والديسكريبشن قوي جدا إخواني، شاهد الهاشتاغات وكل شيء. إذا ضغطت على الترجمة ستشاهد أنها ديسكريبشن تجعل أي شخص يكتشف أسرار تحويل شغفك إلى ربح مع إيتسي بروفيت. يعد هذا الكتاب الإلكتروني الشامل مصدرك الآن، يعني يقوم بوضع تحفيز للضغط على الصورة أو الرابط من هنا وأوتوماتيكيا سيتوجه إلى الشراء. نفس الشيء إخواني، نفس الشيء هذا الكتاب كما تشاهدون، ببساطة تستطيع إضافة بين أخرى كرييت بين، تقوم بالتوجه إلى البرنامج، تقوم بتغيير فقط هنا اسم الكتاب. مثلا الكتاب الثاني الذي استهدفناه هو كتاب 300 طريقة لربح من شات جي بي تي، تقوم بنسخ العنوان وتأتي إلى البرنامج، فقط غير هنا عنوان الكتاب. جيد. وهنا Make Money Online Professional، اضغط على Clear و Create Prompt.
كوبي لي برومبت اخواني واضغط على بيست، شاهد ماذا سيحدث اخواني، سيقدم لك شيء احترافي وكانها مدفوعه خاصه مثل هذه البين. هنا قدم لك العنوان الذي ستستخدمه، هذا هو التايتل، تقوم بوضعه في البنترست. هنا هنا الصوره، يجب عليك وضع اول شيء الصوره، الصوره اي صوره تفي بالغرض، مثلا هذه الصوره، وهنا العنوان من شات جي بي تي طبعا هو البرنامج، وهنا الديسكريبشن او الوصف مع الهاشتاجات التي ستساعد البين الخاص بك بالظهور. قم بنسخها وضعها في البنترست هنا. بعدها ياتي دور الرابط اخواني، دور الرابط قم بنسخ هذا الرابط من الاعلى وقم بوضعه هنا بيست. وبما اننا قمنا بانشاء بورد خاص بالكتب ستجده هنا، اضغط على اي بوك مباشرة، وهنا الكلمات المفتاحية مثلا اي بوك، مثلا ايضا اي بوك ريدر، وهنا اسم الكتاب شات جي بي تي، ساقوم بكتاب شات جي بي تي، لا يظهر مثلا اي. الكلمات كلما اكثرت الكلمات كل ما يكون جيد، نحن سنكتفي باثنين، واضغط على ببلش، وهنا فيو بين، شاهد البين الخاص بك اصبحت احترافيه واي شخص سيضغط هنا، شاهد هذه الكتب، تاكد انها اشخاص كثر يقومون ببيع هذه الكتب كما تشاهدون اخواني، يحققون ارباح لا باس بها. هنا على صدفه ظهرت لنا هذه الكتب اخواني. الان مثلا انت عملت على بنترست ونشرت ونشرت ونشرت، الان ما تحتاجه هو موقع كيورا اخواني. كيورا ايضا موقع قوي جدا اخواني، يحقق لك زيارات رهيبه ورهيبه ورهيبه اخواني. اذا قمنا بفحص الزيارات التي ياتي بها بنترست ستجد انه ياتي بمليار، كيورا تقريبا مليار زياره شهريه. ما ستفعله في كيورا اخواني، تستطيع السؤال هنا، او مثلا ارشفت مقاله خاصه بك، مثلا هنا في كيورا انت تريد بيع كتاب، مثلا هذا الكتاب الخاص ب سيلينج ايتسي بروفايل، مثلا ايتسي بروفيت، هذا الكتاب تريد بيعه، تقوم بنسخ هذا الكتاب وتاتي الى كيورا هنا، تقوم بالبحث على الكتاب مثلا ايتسي بروفيت، وهنا هنا هذا هو السؤال الذي يتم طرحه من الكثيرين. هنا يجب ان تكون اللغة انجليش جيد. هنا اخواني عندما وضعت ايتسي بروفيت نضغط على question، نشاهد فقط الاسئلة. هذا السؤال مثلا اخواني يخبرك جيد، هنا سأقوم بترجمته. هنا هل ايتسي منصة جيدة للفنانين التشكيليين؟ ماذا ستفعل في هذا البرنامج اخواني؟ تأتي الى السكريبت وتختار هنا مثلا كيورا، كيورا سيقدم لك شيء احترافي اخواني، انسر كيورا، تضغط على كونتيني، هنا اختار صفحة جديدة، هنا وات از كويستشن اوف كيورا، قم بنسخ سؤال خاص بكيورا من هنا هكذا، كوبي وضعه في البرنامج هنا اخواني. What is the target audience؟ مثلا make money online. وهنا اخواني مثلا ما هي كيف ستكون ردة الاجابة، مثلا informative او professional، هنا سنضع professional في الاسفل هكذا، واضغط على generate prompt واضغط على copy، اقوم بوضعها في كيورا. بعدها اخواني ستضغط على هذا الخيار وستترك هذا البرنامج مع الذكاء الاصطناعي يقدم له برومبت احترافية، انت فقط يكفيك نسخ هذا البرومبت اخواني كما هي، كأنها اجابة حقيقية، شاهد اخواني يعني يقدم له اجابة يحتاجها، فقط قم بالنسخ من هنا يبدأ هكذا لغاية هنا، اقوم بنسخها وتوجه الى كيورا. هنا هذا هو السؤال الذي استهدفناه، اضغط على open in new tab واقوم بالضغط على هنا اخواني، شاهد الاجابه هنا، اضغط على اد انسر، اضغط على بيست. بعدها اخواني في الاسفل ساضغط مثلا على ريد واضغط على هير،
أقوم بأخذ رابط الكتاب، هذا هو رابط الكتاب كوبي، أقوم بوضعه هنا. تستطيع إضافة صورة مثلا هنا، مثلا سأضيف صورة في الأسفل هنا الرابط. أول شيء أضغط على هكذا واختار اللينك وأضغط على بيست وأضغط على أد. جيد، هنا أستطيع إضافة صورة للفت الانتباه فقط بالضغط على هذا السهم واختار الصورة، ثم أحمل الصورة من الصور التي حملتها. مثلا لدي هذا مجموعة صور هنا، جرافيك وأيضا إيماج، وهنا أختار مثلا إيكوفر. شاهدون أيضا متوفر البوتوم إخواني، هنا شاهد إيبوك ريبورت، سأختار إيبوك وأختار سمول صغيرة وأضغط على أوبن من هنا. بعدها سيتم تحميل الكتاب كما تشاهدون، ننتظر للحظات فقط. وهنا أضغط على بوست بعد تحميل الصورة، أضغط على بوست، وهنا لحظات ويتم نشر الصورة، أضغط على دون. وهكذا إخواني كما تشاهدون انتهى الأمر، الكتاب احترافي والرابط شغال والزيارات ستأتيني وتأتيني. الآن نعود إلى سؤال الحلقة، سؤال حلقة أو مسابقة $100. السؤال يقول: من هو أول من ولد في الإسلام في أرض الحبشة؟ أجب عن السؤال في تعليق وأيضا لايك لهذا الفيديو، مشاركة الفيديو، شارك معنا في مسابقة $100. أيضا لا تنسى أخي أختي تطبيق الاستراتيجية، فهي قوية جدا، ستحقق لك أرباح خاصة إذا ركزت وقمت بإعادتها كم من مرة. وأيضا إن شاء الله سأقوم بشرح لكم هذا البرنامج، ومن يريد بعض المعلومات عنه سيتواصل معي وسأخبره بكل شيء. في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.